Bonjour mes amis, nous revoilà pour une leçon de notre série. On va l'appeler numéro 6, français facile. Français facile. Alors, كيعجبني توجور ندير غير واحد الريكاب في الاول ديال البدايه ديال الحصه باش نفكركم فين احنا غاديين وكيفاش احنا غاديين. غابليفو بدينا بلي زيليمون دو لا فراز، من بعد ركزنا على لو فيرب لان هو اللي غادي يخول لينا باش نعبر مزيان. ثم هضرت لكم واحد ليكسيبسيون على كيفاش تطور ستانس كما كنقول احنا بالدارجه مع الفرنسي، لو كنتي ما كتهضروش تقرا بصوت مرتفع وتحسن الخط ديالك في الكتابه ماشي مشكل، واخا تكون يقولك انا كبار تاع الخط، لا خصك الخط ديالك مزيان، كون واقعيين تريني شويه سطر ولا جوج كتبهم اربع المرات ثلاثه المرات، ماشي 100 مره باش تمل، لا غير جوج ثلاثه المرات باش تولي غادي وكتبيرفيكسيوني في المستوى ديال الخط ديالك، لان الخط كيعطيك قيمه. يعني كاين اللي كيجي يكتب يحشد، دونك كتب مزيان اونترينمون لي راني قلت لك في الفيديو اليوم على 10 دقائق ممكن تغير لك حياتك المداومة، حيت ان جاست كيقولوا الناس الخبراء الي انسينيفيون، يعني تافه ولا ضعيف ولا كاع لا وجود له، حيت كيدار مرة واحدة. من اللي كيديروه بزاف الناس او لا كيديروه واحد الشخص بزاف المرات كيولي فير الانتباه. انت لما تكرر مثلا القراءة بصوت مرتفع ولا الكتابة، قراءة تشرح لك كما كنقولوا حنا بالدارجة لسانك مع اللغة الفرنسية تستانس بها، والكتابة تحسن لك الخط ديالك. اليوم قلت لكم من بعد هذا الدرس القصير اللي عطيتكم على الكتابة والقراءة باش ما تنساوش تواكبوا معاها، دوها معاكم ماشي ديرها مرة وتنساها. أي حاجة درناها مع بعض في هذه لا سيري ديال فرونسي فاسيل إلا ودائما نرجع ليها في الإعادة إفادة، وكذلك ما تنساش لي زاكي الحوايج اللي كتحصل عليهم ديهم معاك وسير في المسيرة ديالك. اليوم غادي نوريكم واحد الطريقة كيفاش نستعملوا لو باسي كومبوزي ولا امبارفي. كنت قلت لكم أهم حاجة غنتعلموها اونصومب سي با لا كونجيغيزون، لا كونجيغيزون غتعذروا لي ما في طابلو عندي صغير وما في برق، نكتب لك لا كونجيغيزون دي فيرب حيت غتلقاها في سيغ انترنت الحمد لله. اليوم تكتب سيت دي كونجيغا وتلقى فيه كاع لي طون، ياك؟ لكن اللي مهم هو كيف تستعمل دوك لي. هنا فين كيطلع النيفو ديالك شي شويه، من اللي تقول لي كتعرف تستعمل الباسي كومبوزي بلاستو ولا امبارفي بلاستو ولا بريزون بلاستو الفيتير والفيتير بروش، كل اللي تعرف تستعمل لي طون. الوغ مره مره نحط لكم شي تكست بحال هكا فيه على الاقل جوج ديال لي طون باش تعرف كيفاش تكومباري بيناتهم وتعرف كيفاش تستعملهم. هنا هذا التكست كيقول لوسكو لما جابيتي اغابا، ملي كنت كنسكن في الرباط، جو ترافايي او سونتر فيل اي جالي تو لي جور او ترافاي ا بي، سيتي مانيفيك. دونك كاع لي فيرب ديال هاد الفقره كلهم في لامبارفي. علاش لامبارفي؟ عنده ميزه ديال التعاويد ديال الوصف في الماضي او اكسيون حاجه، يعني واحد لاكسيون يعني تكررت في الماضي، عاده تكررت في الماضي او حاجه طولت في الماضي، هذا هو لامبارفي. كيعجب الناس اللي كيبغيو يعاودوا او يوصفوا شي حوايج وقعوا في الماضي كيلجؤوا لامبارفي. علاش؟ لانه لامبارفي كيعاود لينا على عاده تكررت في الماضي او حدث طول في الماضي، او مثلا حوايج بحال هذا مثلا جابيتي اغابه، هذه حاجه طولت في الرباط، جو ترافايي و سونتر فيل كذلك، لكن جالي تو لي جور او ترافاي ابي سيتي عاده تكررت في الماضي، ياك؟ شاك اني جو بروني مي فاكونس اي جو باسي ان موا اكادير، كذلك هذه عاده ولات تتكرر كل عام. شكون اللي كيصلح ليها بين تبغي تعبر عليها؟ لا بارفي. ها القوه ديالك فين غتصلح؟ ماشي كتعرف تكونجي، ولكن ملي تجي تهضر تخرمز تجيب لو طون هذا ولا هذا ولا، ما خدامش لك. لازم تعرف انه لا كونجيغيزون اللي مولات سهله باعتبار ان المعلومه ولات متاحه، ولكن اللي لازم تركز عليه هو لومبلوا دي طون دو كونجيغيزون. اسمع عليها مزيان، لومبلوا دي طون دو كونجيغيزون، كيفيه استعمال ازمنه ديال الصرف ديال لا كونجيغيزون. استعمل كل طون لاش كيصلح. هنا كتولي اللغه ديالك
تبان بانه سي ان بون فرونسي. شوف شنو غايقول في الباراغراف الاخير: ان جور جي روسي ما اون بروبوزيسيون دو ترافاي ا اكادير. واحد النهار جاتو فرصه يعني قدموا ليه عمل في اكادير. دونك هنا جي روسي علاش؟ الباسي كومبوزي تيقول لك ايل اكسبريم اون اكسيون باسي تيرميني، دازت وانتهت. واحد النهار عطاوه بروبوزيسيون صافي، جاب الباسي كومبوزي اوتوماتيكمون اللي كيصلح ليها. جي ديسيدي، خدا لا ديسيزيون دو لاكسبتي، اي بو ابخي من بعد بشويه من بعد جي ديميناجي. ثاني ملي كديميناجي صافي، كديميناجي مره واحده صافي، ماشي بقاش كل نهار ديميناجي ولا ديميناجي على عام. لا، لحظه تجمع حوايجك وتجيب كاميون ولا شي حاجه وتمشي. دونك ديسيدي كذلك. فوالا، دونك هنا هذا لو تاكس جميل جدا، غنخليه لكم في ليكرون باش تشوفوه مزيان كيفاش تستعمل باسي كومبوزي ولا امبارفي في ان تاكس ولا في ان ديسكسيون ولا في ان اكسبريسيون اكريت ولا في ان ميساج ولا في ان مايل. بعد غنشوفوا البريزون، نشوفوا بزاف ديال لي طون باش ندخل لكم هذه الفكره ديال لا كونجيغيزون بوحدها، ولكن المهم هو كيفيه استعمال هاد لي طون دو كونجيغيزون. نخلي لكم هذا قدامكم لو تاكس هكا باش تشوفوه، فوالا، وتاخذوا فوالا. نتمنى انني نكون فدتكم في هذه الحصه هذه، وبديت معكم داك المشوار اللي وعدتكم به. قلت لكم راه ملي كنهضروا على لو فيرب غنتعلموا كيفاه كومون لو كونجيغي، ولكن الاهم كومون لومبلوي، كيفاش نستعمل داك لو طون، كيفاش نستعمل باسي كومبوزي ولا امبارفي و باسي سامبل و سميتو ولا فيتور ولا الفيتور بروش ولا مع الوقت الباسي كونديسيونال بريزون اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك نتمنى لكم أمسية سعيدة، نتمنى إن شاء الله أن هاد لا فيديو يمكن غادي نلوح لكم غدا إن شاء الله. وتحية مني لكم، ورجعوا لي فيديو، واللي محتاج لشي حاجة يديرها في الكومنتات. حياكم الله.